الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للأنام، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إثماعي الزنقة ديج ممشان مبارك ديج ممشان ذكرنا توديس الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه ويتعبد فيه ربه جل وعلا قبل نزول الوحي. إنه جبل غار حراء لني جاء إفريدي تعبد النبي صلى الله عليه وسلم إفريا النبي عليه الصلاة والسلام تغيت في مكة يتزدني تيني تك أسابيع تك أيام يتعبد ديس ربي سبحانه وتعالى لني خز ينزل الوحي لني خز ينزل جبريل لني دي سيدار جبريل الناس النبي الأمين صلى الله عليه وسلم اقرأ يقارس النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا بقارئ قشوة غريخشا يقارس غا رذيمان يقارس قشوة غريخشا غا هذه نخس تنزل سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وهذا الغار أحبابي الكرام ذكرنا من رمسيه موقف عظيم ذي سيتو يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بربه. ف هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.